هل الجامعات الخاصة معترف عليها دوليا؟ ويا ترى هل خريجين هالجامعات إلهم مستقبل أكاديمي ومهني؟ هل الامتحانات بالجامعة الخاصة سهلة جدا مثل ما متعارف عليه؟ وهل الجامعة الخاصة جدية أم هي تجارة بحت؟ استفسارات وأسئلة كتير حول موضوع الجامعات الخاصة، لحاول وضح لكم ياها بهذا الفيديو. لهيك ضبطوا القعدة وهاتوا لكم شي تشربوا وركزوا معي منيح. معكم خريج الجامعة الخاصة عمر حموي من دورها، ويلا نبدأ. It's your time with Duwira. شو الامتحان الصعب هاد؟ أول سؤال، ما هي عاصمة سوريا؟ لك ليش ما في خيارات؟ النكتة المهضومة تبع الجامعات الخاصة بأول سؤال، كيف صحت الوالد؟ حلوة ومهضومة، بس صار لازم نحكي جد بقى ونقيم كل هالكلام الساخر هاد. جواب السؤال الأهم ومن أوله، هل الجامعات الخاصة معترف عليها دوليا؟ نعم، أغلب الجامعات الخاصة معترف عليها دوليا. فإذا عم نحكي بالنطاق الضيق وتحديدا بسوريا، الجامعات متفاوتة بترتيبها العالمي. فعندك مثلا الجامعة العربية الدولية AIU، ترتيبها العالمي أفضل من بعض الجامعات الحكومية بسوريا، ودوليا علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي أفضل بكتير من أي جامعة تانية بالبلد، ورح أجي على هاي الجزئية بس بعد شوي. بنفس الوقت جامعة معروفة مثل الهبة أو يعتبر معهد عالي نازل ترتيبه كتير وصاير قريب 20,000 عالميا. بس خلونا ناخذ الصورة الكبيرة، أغلب الجامعات الخاصة بالبلد معترف عليها دوليا، وخريجينها كمان قادرين على أنهم يستكملوا دراساتهم بالخارج. تمام يا أعزاء، يا طلاب، يا خريجين، يا أهل البلد؟ الجواب نهائي، ولتأكيد المعلومة ومن عندي، أنا خريج جامعة خاصة والجامعة أمنت لي منحة تبادل لمدة فصل بالاتحاد الأوروبي مدفوعة التكاليف بشكل كامل، ولخلصت الدراسة حصلت كمان على منحة ممولة بالكامل لدراسة الماجستير بأحد الدول الأوروبية. يعني مو بس الشهادة مقبولة برا، بل كمان فيك تحصل منحة. وبعرف انه حتنفتح علي هلا جبهه كبيره عن اسئله المنح، وبما انه اكثر من 75% من اللي بيحضروا الفيديوهات مو متابعين الصفحه، بنفس الوقت كثير منكم حابب يعرف هالمعلومات، فاذا بدكم اعملوا متابعه واستنوا الفيديوهات القادمه يلي رح نحكي فيها عن مواضيع المنح ومواضيع تانية بتهم الطلاب والخريجين. وبالعوده لموضوعنا الرئيسي، وبعد ما سكرنا مفهوم الاعتراف الدولي للجامعات الخاصه، رح نجي على نقطه المنهاج والامتحانات وتوزيع العلامات فيهم، واللي برايي هي الاختلاف الجذري بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية. بكثير من الجامعات الخاصة نظام العلامات والتقييم يختلف تماما عن المتعارف عليه. يعني مادة بسيطة بكلية إدارة الأعمال مثل مادة مقدمة إلى إدارة الأعمال تتوزع العلامات فيها على عدة مراحل: مذاكرة أولى 10 علامات، فحص نصفي 25 علامة، عرض تقديمي 10 علامات، حضور وتفاعل 5 علامات، وفحص نهائي 50 علامة. برأيي الشخصي وبالتجرد عن أي مشاعر، هي الطريقة ناجحة وعلى عديد من الأصعدة. وأبرز ميزتين فيها إنه من بداية الفصل كل 4 أسابيع عندك اختبار، فبالتالي أنت مضطر آنفا تضل بالجو وعرفان شو عم يصير بالدنيا. النقطة الثانية المهمة إنه أمر محتم يصير بحياة الإنسان ظروف غير متوقعة. طب شو الحلو بها؟ الحلو إنه وقت اللي بيصير معك ظرف سيء بيوم الامتحان، فما لح يكون هو يوم الاختبار الأوحد اللي حتحدد عليه علامة المادة كاملة. لهيك فينا نقول إنه الطالب اللي أداءه وسط حيكون نجاحه سلس أكتر بالخاصة، وممكن يستفيد أكتر من المعلومات، لأنه ببساطة عم يهضم المنهاج على مراحل وشوي شوي. لهيك جوابي النهائي بهي القضية، نعم تحصيل العلامات بالجامعة الخاصة أسهل. طيب سؤال تاني بينطرح كتير، يا ترى مين عليه طلب أكتر بسوق العمل؟ خريج العامة ولا الخاصة؟ عزيزي وعزيزتي، الحياة المهنية بتعتمد أكثر على السمات الشخصية لا على الأوراق الجامعية. هاجس الشهادات والورقيات والترتيب العالمي للجامعة هو مجرد سراب. طالما أنت ما عم تدرس لا بهارفورد ولا بMIT ولا بهذا الكلام، فيعني هن بالنهاية جامعات. تماماً مثل ما بيتبخر مجموعك بالثانوية العامة لحظة اللي بتنخرط بالجامعة، رح تتبخر وتتلاشى مكانتك الأكاديمية لحظة اللي بتنخرط بسوق العمل بكثير من الأحيان، مو بكل الأحيان. لهيك جوابي عن المسيرة المهنية، كل واحد هو واجتهاده. لكن ها عم أقول لكن، إذا تخرجت ومعك مهارات حاسوب وإنجليزي ومهارات تواصل، أنتوا قلوا لي هل حيكون لكم أفضلية أكبر عن غيركم بسوق العمل أم لا؟ الجواب عندكم وأنا ما لح أحكي. وبرد بكرر، من وين ما كنت خريج أو ما لك خريج حتى يا سيدي، هالمهارات هي ما لها حكر على حدا. أما الآن بعد ما شفتوني عم دلل الجامعات الخاصة وأتحيز لألها، فبعرف إنه بدكم ياني ما أتجاهل الجواب عن السؤال الصعب يلي بيحكي عن تكاليف الدراسة بالجامعات الخاصة، عشرات الملايين والأرقام اللي بعيدة كل البعد عن الجيل وهالشباب المكافح المضغوط المقهور والحالم بنفس الوقت. شو وضع التكاليف الضخمة هي؟ وهل فعلا الجامعات الخاصة هي مشروع تجاري بحت عم يمتص المال من أهالي هالجيل المرهق؟
للأمانة بعرف أنه الالتحاق بالجامعات الخاصة هو عبء مادي بعيد الملال عن أغلب الطلاب، لكن وجب أني أقول كلمة حق ولو كانت لح تزعل البعض. ولا الجامعات الحكومية في وزارة كاملة تابعة لدولة ولا تكاليف دراسة الطلاب بشكل مجاني. يوجد ميزانية من الدولة بتطلع كل سنة وبتمرصد لتغطي تكاليف عشرات آلاف الطلاب. بالمقابل بالجامعات الخاصة المتواجدة بعيدا عن مراكز المدن، مئات الموظفين والكوادر الإدارية الأكاديمية والخدمية عم يشتغلوا بكتلة رواتب عالية جدا ليأمنوا بيئة مقبولة لمخرجات أكاديمية جيدة، مرافق عديدة مثل المكتبات والمختبرات والعيادات وقاعات الكمبيوتر، مولدات ومصادر طاقة أخرى عم تشتغل على مدار الساعة لتشغل جزء بسيط من هالمرافق وبشكل مستمر، والعديد والعديد من المصارف الثانية الإدارية والتشغيلية والنفرية بتشكل مبالغ ضخمة للغاية ما في مراها لا ميزانية الدولة ولا خزينة عامة، بل بتندفع هي المصاريف من الطالب نفسه أو بصورة أدق من أهل الطالب لتستمر الدورة التعليمية بهي المؤسسات يلي تواجدها بشكل بسيط عم يساعد عملية التعليم بالبلد. وببساطة عدم تواجد هي المؤسسات رح يخلق عبء إضافي على الجامعات العامة بمقدار كم ألف طالب زيادة كانوا عم يدرسوا ويتخرجوا من برا لبرا. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد على حد علمي منح من الوزارة ليدرسوا الطلاب بالجامعات الخاصة، طبعا بمقاعد محدودة. وشغلة تانية كمان، الجامعات الخاصة بتقدم خصومات للمتفوقين أو بالأحرى للعشرة الأوائل بكل كلية من كل فصل، وببعض الأحيان كمان بعض الجامعات عم تأمن فرص تبادل طلابي، يعني منح تبادل ثقافي لمدة تقريبا فصل أو أحيانا فصلين، عم تكون القيمة المادية اللي عم يحصل عليها الطالب من هي المنحة تفوق الشيء اللي دفعه أو قد الشيء اللي دفعه خلال مسيرته كلها بالجامعة. طبعا هي حالات نادرة، واحد اثنين عشرة عشرين واحد من أصل آلاف الطلاب. على العموم بعرف انه بعد نشري لهالفيديو رح تصلني كتير من الانتقادات وتعليقات الاستياء اني عم سوق للجامعات الخاصة وهالكلام هاد، لكن انا متأكد انه هذا الحديث في ناس حابة تسمع، لانه فعلا في معلومات مغلوطة كتير بمجال الجامعات والدراسات والخاصة والعامة وهالكلام هاد، كل واحد عم يفتي على هواه. انا عم حاول رافقكم بهالفترة وكون معكم ببداية مسيرتكم الجامعية، وانبسطت لمشاركتكم هالحديث لدقائق لكل مين عم يكمل ويسعى ويحاول مهما كانت ظروفكم ووين ما ابتدأت رحلتكم. بحب لكم بالتوفيق يا رب. كنتوا عم تشاهدوا قناة دورها، وموعدنا الجاي فيديو جديد. سلام.